مرحبا، شلونكم؟ أتمنى تكونون كلكم بخير يا ربي. اليوم راح يكون موضوعنا نبات الهواء الناعم. راح أحكي متطلباته، شنو يحتاج، شنو بالنسبة للسقي، شلون نكاثره. خليكم وياي. قبل لا أبدي، أتمنى اللي ما مشترك يشترك بقناتي، ولا تنسون اللايك وفعلوا الجرس حتى كل ما أنشر يوصل لكم إشعار إنه أنا نشرت. خليكم وياي. طبعا هي من النباتات الزينة التي تتمتع بجمالها الخاص وبسبب أوراقها الرقيقة والجذابة، مثل ما تشوفون كلش رقيقة. نبات يصلح للتربية داخل المنزل، وهو من النباتات المقاومة جدا وجيدة النمو، نموها كلش سريع. يعني تشوفون وموطنها الأصلي جنوب أفريقيا. متطلب في الأماكن الظلية التي بها ضوء، يعني ضوء ساطع بدون تعرضه لأشعة الشمس، مع توفر هواء نقي والشمس المباشرة تحرق أوراقه. صار عندنا أصفرار، أنا مخليتها بالصالة فالنمو ما شاء الله كل الزين. بالنسبة للسقي، يحتاج النبات هذا للري بغزارة في فصل الصيف والربيع. في فصل الصيف إذا زادت الحرارة كلش، حتى نوفر إلى رطوبة، رش الأوراق بين فترة وفترة. يعني إذا طريته باليوم أكثر من مرتين عادي، لأن هو محب للرطوبة، تلطف عليها الجو. يعني رش الأوراق. بالنسبة للسماد، يحتاج السماد بالشهر مرة أو كل أسبوعين مرة. طبعا يفضل يكون موسم الصيف. طبعا تستخدم السيقان لتزيين البوكيه الورد، اذا منتبهين على بوكيه الورد دائما تجي وياه بعض السيقان منها. بالنسبة للاكثار، اكو طريقتين. اول طريقة هي التقسيم، او البعض يسميها التفصيص. طريقة اكثارها كلش سهلة، اذا حابين اسوي لكم فيديو سريع عن طريقة اكثارها بالتقسيم او التفصيص، يعني مثل ما انتم تسمونها. اما الطريقه الثانيه هي البذور، هاي هم سهله. ننشر البذور على سطح التربه ونخلي البذور متباعده حتى بالنمو ما تصير مشاكل. بس انا ما انصح بها لانه بطيئه جدا، وراح تنتظرون وقت كلش هواي يلا تنمو. واللي عنده اي سؤال بخصوص نبات الهواء الناعم او اي نبات يكتب لي جواب، ان شاء الله جواب على الكل. يا رب اكون ما طولت عليكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك، واشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله. مع السلامه.